السوبر ياك وبطولة فيها الفرق تلعب. تابعينا مشاهدينا الاعزاء، ختام بطولة السوبر ونهائي بطولة السوبر، نجوم الملكي يتوج بطلا لهذه البطولة في يومها الأخير بنتيجة 1-1. يصلني في هذه اللحظات أن ألتقي نجم البطولة الذي توج بجائزة أفضل لاعب في هذه البطولة، واللاعب الذي يقدم مستويات كبيرة في على صعيد كرة الأحياء في الفترة الماضية وفي الفترة الأخيرة، الكابتن وسيم السلمي. حييك عبر ميديتك، ألف مبروك تحقيقك اللقب وأيضا ألف مبروك جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أبارك لفريق نجوم الملكي من إدارة من لاعبين من الجماهير. اللهم لك الحمد، البطولة هذه ما جات من فراغ، جات بعد تعب مجهود الفترة اللي راحت، مشاركين في 3 بطولات. اللهم لك الحمد، ربي يعني ما ضيع لنا تعب، حققنا البطولات الثلاثة وكنا الأجدر في تحقيقها. وأحب أشكر الأستاذ مشاري مفيعي، يعني قد ما أشكر قد ما نهديه بطولات نكون مقصرين بحقه. كابتن وسيم، اليوم ربما الكل يعرف بأن وسيم ربما أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات، إن تكلمنا عن فريق نجوم السعود، إن تكلمنا عن فريق نجوم الملكي، لاعب يقدم نفسه في الفترة الأخيرة، كيف تشوف هذه المستويات الجميلة اللي قاعد تقدمها كابتن وسيم؟ اللهم لك الحمد، يعني هذا يعني الجوائز هذه ما جات من فراغ، جات بعد تعب مجهود. والحمد لله مشاركات الفترة اللي راحت كانت في يعني أغلب الدواري أكون مساهم فيها. ومن ناحية فريق نجوم سعود الآن مقبلين على بطولة الشاطئ، إن شاء الله ربي يكتبها من نصيبنا. وفريق نجوم الملك الحمد لله حققنا اللي علينا في الفترة هذه، وإن شاء الله البطولات الجاية بإذن الله نحققها بإذن الله. دعنا نتكلم ربما على صعيد لاعبي كرة القدم، لاعبي كرة الأحياء، ما هي طموحات وسيم السلمي في الفترة القادمة؟ والله زي ما انت عارف يعني الواحد يتعب ويكافح ويجتهد، ويعني كل هذا الشيء يسويه في حواري، لكن الواحد يطمح اللي يكون للافضل مثل احد الانديه، الواحد يطمح اللي يكون يعني بارز، يكون يعني مجهوده هذا يعني ينطبق على يعني اذا راح نادي او شيء زي كذا يكون يعني له حصيله منه. فان شاء الله يعني الفتره الجايه باذن الله يكون لنا نصيب من الشيء ذا باذن الله. شكرا كابتن وسيم، ألف مبروك البطولة، أيضا ألف مبروك جائزة أفضل لاعب في البطولة، تستحق بكل أمانة. الله يسعدك حبيبي، وحاب أشكر يعني أستاذ عدنان النجار، بطولة ناجحة بكل مقاييسها. أحب أشكر قناة ميديتك، شبكة نجوم، صدى مكة برو، شباب جدة، ما قصروا تكاتفوا على بطولة معينة وأظهروها بالشكل اللائق. الله يسعدهم، يعني هذه البطولة اللي تمنيناها أنها تكون يعني على مدار السنة يعني ما توقف. اليوم شفت من ناحيه الجماهير، من ناحيه الرعاه الداعمين، يعني شيء والله يبيض الوجه ويفرح جمهور مكه. الله يسعدك حبيبي، شكرا.